قولوا لي، واش الصوت واضح؟ الصورة واضحة؟ كل شيء تمام؟ تري بيان، تري بيان. نبدأ على بركة الله. واحد القضية غادي نهضر فيها اليوم مهمة جدا. هذه الاستراتيجية اللي شرحت لكم الخاصة ديالي طبيعة الحال، اليوم غادي نحاول أنني نفينيها مزيان، أوكي؟ باش ابتداء من الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نبداو في الاستراتيجية الأخرى ديال السمارت ماني إن شاء الله، أوكي؟ فوالا، تخي بيان، أوكي، نبداو على بركة الله. بالنسبة خاصكم تعرفوا واحد القضية اللي هي أساسية جدا، خاصكم تعرفوا باللي التداول، أنت كمتداول داير بحال واحد الصياد. عرفت دوك الناس اللي كيصيدوا في البحر، كيدخلوا للبحر باش يصيدوا الحوت. انت كمتداول بحال هذا الصياد هذا. الصياد كيمشي كيدخل للبحر باش يصيد، وحنا كندخلوا للسوق ديال النزلق باش نربحوا كذلك، باش نتداولوا. اوكي، هذا الصياد هذا واش غير كيجي ويدخل البحر، غير كيجي ويدخل؟ طبيعة الحال لا، خاصو يشوف بعد الحالة ديال الطقس كيف دايرة، يشوف البحر اللي يكون هايج بزاف، كيشوف كي كان طبيعة الحال البحر قبل واحد ساعتين 3 سوايع بالليل كيفاش كان البحر، كيشوف هذاك الشيء في طبيعة الحال، كيشوف الطقس كذلك باش يعرف السرعة ديال الرياح شحال فيها كذا كذا، باش يعرف ديك الساعة ياخد ديسيزيون واش يدخل ولا ما يدخل، واش يدخل ويلا قاعد دخل واش يتعطل في البحر ولا دغيا يصيد شوية ويخرج دغيا في حالاته قبل ما يتقلب الطقس، ولا قبل ما يتبدل الأجواء ديال البحر. نفس الشيء حنايا هنا كمتداولين، أول حاجة قبل ما ندخلو يقول لنا راسنا ندخلو للمارشي بالبيع ولا بالشراء، قبل ندخلو نصيدو خاصنا بعدا نشوفو المارشي كيفاش داير، واش بدا المارشي اليوم مزيان واش ما مزيانش، كيفاش داير المارشي. اوكي، بالنسبه لينا بالنسبه للصياد طبيعه الحال ملي كيبان ليه البحر هايج والمواج كبار بزاف والريح مجهده بزاف، هذاك النهار بعض المرات ما كيدخلش كاع يصيد داك النهار. وحنا كمتداولين ملي كيبان لينا المارشي كيرنجي، نفس البلان، من الافضل انك ما تدخلش تريدي ملي كيبان لك المارشي كيرانجي، ما كندخلوش نتريديو. بحال مثلا باغ اكزومبل بحال نهار الثلاث ونهار الاثنين كان المارشي كيرانجي كيتمشى بشكل افقي. اشنا هو المارشي كيرانجي؟ وقت ما سمعت المارشي كيرانجي هذا يعني ان المارشي كيتمشى بشكل افقي، اوكي؟ وهذه خصكم تردوا ليها البال مزيان. اول حاجه خصكم تردوا ليها البال هي هذه المساله هذه، يعني قبل ما يقول لك راسك غادي ندخل المارشي بالشراء ولا بالبيع، خاصني بعدا ندير واحد الاناليز للمارشي بعدا ونشوف المارشي واش اليوم البحر زين بعدا ولا ما زين، واش ديال الصيد ولا ماشي ديال الصيد. حيت اذا انت ما اذا النهار ما زين تولي انت هو الصيد ديال البحر. اوكي، يعني اول حاجه اشنا هو المارشي كيرانجي؟ المارشي كيرانجي هذا يعني ان المارشي كيتمشى بشكل افقي، يعني كيتمشى بحال ما هكا. اوكي، هذا هو كنقولوا المارشي كيرانجي. ملي كيبان لنا المارشي كيتمشى بشكل واحد الشكل اللي هو افقي بحال ما هكا، هنا كنقولوا بلي المارشي كيرانجي، وبالتالي ما غاديش ندخلو لا بالبيع ولا بالشراء. الا دخلت بالبيع بيرجع لك المارشي، الا دخلت بالشراء غادي يرجع لك المارشي، كيف ما درت ليها غادي تخسر. حنا افضل اوقات اللي كندخلو نتداولو فيهم مني كيبان لينا المارشي كيدير بحال ما هكا، شويه كيتقلب تاني كيدير بحال ما هكا. اوكي، بحال ما هكا مني كيبان لينا المارشي كيطلع كينزل كيطلع، المهم فوالا بحال ما هكا شويه كان يتقلب تاني كيطلع طبيعه الحال. اوكي، ملي كيبان لنا المارشي كيطلع بحال هكدا وكينزل نازل كيدير قمم بحال قمم، قمه تحت قمه تحت قمه،
وهنايا تاني قمة فوق قمة فوق قمة اكسيتيرا. هنا كنقولوا المارشي مزيان اليوم ديال اننا ندخلوا فيه، مزيان اننا ندخلوا فيه، ولكن من كيبان لكم المارشي كيتمشى بحال هذا الشكل، هذا المارشي ماشي ديال الصيد. اوكي، نحاولوا نشوفوا ليكزومبل طبيعة الحال ديال اليوم. اليوم راه تقريبا المارشي راه كان يعني في كاين تقريبا راه مزيان، اوكي، ما فيه بزاف ديال الفرص. الا كتلاحظوا معايا بحال هكا في العشية المارشي زعما كان مزيان، فوالا هو كان نازل هنا شوية طلع شوية هنا طلع هنا شوية نزل تاني هنا، هنا راه جا واحد شوية ولكن من بعد تاني نزل شوية طلع. المهم المارشي مزيان، ولكن الا كتلاحظوا معايا في الفترة الصباحية، في الفترة ديال الصباح كان المارشي كيتمشى لينا بواحد الشكل اللي هو أفقي تقريبا. شوفوا اوكي، من هنا حتى لهنا تقريبا المارشي كيتمشى بواحد الشكل اللي هو افقي، وبالتالي ما عندك ما دخل دير هنايا في المارشي. في طبيعه الحال في الفتره الصباحيه المارشي كيتمشى لينا بشكل اللي هو افقي هنايا، وبالتالي ما غاديش ندخلو هنايا طبيعه الحال في هذه الحاله هذه. اوكي، ما غاديش ندخلو، كنتسناو المارشي تاي ايزيان بحال دابا هنا. هنا في الصباح طبيعه الحال هنا قبل دار واحد النزله زوينه هنايا، المارشي كان ترند عنده نازل مزيان حتى ل 8 ديال الصباح، حتى شويه هنايا من 8 ديال الصباح حتى ل 9 تقريبا راه كان مزيان، ولكن هنا ستابيليز المارشي. اوكي، هنا المارشي كان فيه صعود. اوكي، شويه هنا ستابيليز ولا المارشي في واحد الشكل اللي هو افقي حتى تقريبا الوحده، من بعد هو يزيان المارشي دابا هنا تقاد ولا كيطلع نزل طالع نازل، وهذا وحنا كنستغلوا حنا هاد الطلوع والنزول هنا، هادو هما الفرص ديالنا حنايا في الدخول بالشراء ولا بالبيع. اوكي، يعني انا قبل ما ندخل قبل اصلا ما نفكر نحل هاد التريدين فيو، نتسنى المارشي يهرس ليا ولا شي حاجه. بحال دابا مثلا الا كتلاحظوا معايا هنايا من العشرة، هي من العشرة هنا من العشرة حتى تقريبا ل 12 حتى الوحدة، من العشرة حتى الوحدة والمارشي كيتمشى لينا بواحد الشكل افقي، كيدير بحال بيهرس ويرجع، كيدير بحال بيهرس ويرجع، كيدير بحال بيهرس ويرجع، كيتمشى بشكل افقي. هنايا كترد البال، اوكي، ما تخليش المارشي انه يقول بك هنا. اوكي، ما تخليش المارشي انه يقول بك. طبيعة الحال من الوحدة ديال النهار راه مزيان المارشي تقاد شويه، بعدا عطا واحد البوزيسيون هنا، من بعد هدف مورا الافتتاح. اليوم في الافتتاح راه ما عطاش المارشي شي بوزيسيون نقدر ندخلو فيه مع الافتتاح، ما عطاش حتى شي سيت اب مزيان، وبالتالي كنتسناو طبيعه الحال حتى جا هرس هنايا وحنا ندخلو. هادي ما دخلناش معاه في هادي، راه بارطاجيت معكم شبان نشوف واش كاين شي حد هنا. طبيعه الحال ديما الشمعه اللي كتهرس ماشي فيها فاش كندخلو، اوكي، ماشي في الشمعة فاش كتهرس، كندخلو في الشمعة الثانية. اوكي، كندخلو في الشمعة الثانية، حنا دخلنا في الشمعة الثانية، طلع عطانا 300 دولار. اوكي، عطا 300 دولار، عاود رجع ثاني، عاود ثاني عطا 300 دولار، عاود رجع ثاني، عاود ثاني طلع عطا كاع شي 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 800 دولار، جو بونس هنا ولا 600 دولار في هاد الطلعة هادي. ما عليناش، انت طبيعة الحال تاخد 200 دولار في هاد الطلعة هادي، هو التارجت ديالك راه باين، انت كتكون محدد التارجيت ديالك، ادخل معاه انت هنايا في هاد البوزيسيون هنا وخد ديك البروفيت هنايا، ماشي مشكل. اوكي، مزيان. البوزيسيون الاول كان مع ديك الجوج وخمسة وربعين تقريبا، البوزيسيون الثانية طبيعة الحال هذا ما غاديش ندخلو فيه، علاش؟ لحقاش طبيعة الحال الخط الزرق كاين تحت الخط الاحمر، ما غاديش ندخلو هنايا. البوزيسيون الثاني كان هو هذا، تبارك الله خديت فيه شي 600 دولار. اوكي، ها هي هادي هرست، تبعتها الشمعة الثانية، كندخلو في الشمعة الثانية. اوكي، وبما انها سدت لينا بالخضر هذا كونفيرماسيون بلي الماشين باقي غادي يطلع، وبالتالي بقينا مع الماشين بقينا حتى عطانا التارجيت. اوكي، بالامكان ليك تبيت حتى تاخذ انت هنا غير 100 دولار، 120 دولار، خرج في حالاتك، ما كاينلاش تبقى حتى تاخذ 600. المهم هنا انا بقيت خديت 600 هنايا، هاد البوزيسيون هذا ديجا انا هنايا راه وصلت ل 800 دولار هنايا،
خديت فيها تقريبا واش 200 وشي حاجه، وانا خديت فيها 600، وصلت 800 دولار. كان عندي دوتخ شوز، عندي شي التزامات، وبالتالي راه ما دخلش للمارشي. اوكي يعني فهاد البلاصه هادي يعني بان ليا تعطلش المارشي، انا ما كاصه صافي، خرجت في حالتي. اوكي عندي دوتخ التزامات صافي نورمالمون فوالا. ومن بعد مع تقريبا ديك الخمسة ونص عاودتاني كاصه تبارك الله، وقعتي طلعه زوينه جدا. اوكي مع ديك السبعة د العشية راه عطانا هي واحد البوزيسيون مزيان، واخا شوية منكش. مع ديك التمنية ديال الليل عطا بوزيسيون اخر انا زوين. اوكي وطبيعة الحال ابتداء من التمنية طبيعة الحال عندك شي يقول لك راسك شي نهار بيدخل ولا شي حاجة، راه كيترول المارشي مورا التمنية ديال الليل قبل ما يتسد المارشي، كيترول المارشي ديالو بصح. ديما السبعة ديال العشية، سبعة ونص الماكسيموم خصك تخرج بحال هذاك، سبعة ونص خصك تخرج من المارشي، ما تبقاش في المارشي. اوكي هذا بالنسبه لليوم، هذا دي بوزيسيون ديال اليوم كانوا واعرين. حتى لي بوزيسيون ديال البارح، حتى لي بوزيسيون البارح كانوا دي بوزيسيون واعرين تاهم. هذه ديك الصفقه اللي كانت اليوم عند الوحده تقريبا. اوكي فوالا. طبعا بحال دابا في هذه الصفقه هذه تقدر بانت لك هذه الشمعه هذه هكا سدت بالحمر، تبعتها شبعة حمراء حتى هي، تقدر انك تدخل هنا وتاخذ التارجت ديالك، راه مزيانه. اوكي فوالا. هذه كانت تقريبا هاد الصفقه هذه كانت مع ديك 8 7 ديال الصباح. لو بلي بار ديال الناس ما غاديش يكون ديك الساعه فايق، ولا ماشي غادي تفايق، وانما ما غاديش يكونوا يعني ديسپونيبل، يكونوا خدامين ولا شي حاجه. فوالا بحال هاد الصفقة هادي كتبان ليكم هاد الشمعة هرسات، تبعتها شمعة حمراء وسدت بالأحمر، خرج في حالتك ما كاينلاش أنا كتبقى مازال في الصفقة. هادي هرسات تبعتها شمعة حمراء، هنا دخل خو ديك التارجت ديالك، راه بوزيسيون واعر. اوكي مزيانة، بوزيسيون زوين. فوالا هنا طبيعه الحال ما غاديش تدخل فيه، علاش؟ لحقاش الخط الزرق طبيعه الحال فوق الخط الاخضر، ما غاديش ندخلو هنايا. ها هو بوزيسيون اخر زوين، كان تقريبا مع ديك الجوج ديال الليل تارجت. الا كتلاحظ معايا طلع عطى التارجت بالضبط، هذه هرست كندخلو مع الشمعه الثانيه، هو طلع عطى التارجت عاد تقلب. اوكي هادي هرسات تبعتها شمعه حمراء، خرج في حالتك سدت بشمعه حمراء، خرج في حالتك ما تبقاش. بوزيسيون كان تقريبا مع ديك 11 ديال الليل، هذا عند الافتتاح ديال السوق ديك الساعه مع 11 ديال الليل. اوكي اوكي فوالا، هادي بوزيسيون زوينه. بوزيسيون اخرى هي هادي، بانت ليك هادي سدات، تبعتها شمعة اخرى بالاخضر دخل. فوالا تبارك الله عطات طل هنايا، عاود نزلت شوية طلعت نورمالمون تيلا داير التارجيت هكا. فوالا الا كان تحت معايا عاود رجعت طل للزيرو، هو يطلع يعطي التارجيت. المهم انت دائما حاول بوزيسيون ديالك خد فيه طبيعة الحال واحد شمع، واحد 120 دولار 200 دولار. اوكي وخرج بحالتك. هاد البوزيسيون هذا الا كتلاحظوا معايا جا هرس هنايا، تبعتها شمعة حمراء، يعني انت بتدخل في هاد البلاصه هادي. اون فوا تبان لك طلعت شمعة خضراء وسدت بالخضر، هادي علامه انك صافي خصك تخرج بحالتك ما تبقاش. اوكي فوالا نزيدو. هادو نمشيو للصفقات ديال البارح، البارح حتى هو فيه بزاف ديال الصفقات زوينين. اوكي نحاولوا نمشيو للصفقات ديال البارح، كنا راه بارطاجيت معكم ربما الصفقات ديال البارح اللي كانوا. الا كتلاحظوا معايا البارح يعني من الصباح راه كان نهار زين تبارك الله. اوكي كانت هادي هرسات تبعتها شمعه خضراء حمراء، كتزعمك انك تدخل هنا طبيعة الحال. اوكي هاد البلاصة هادي طلعت، شبعتها شمعة خضراء طلعت،
طلعت حتى لهنايا، عطات شويه ديال البروفيت هو كيرجع لك المارشي. اون فوا تبان لك انت سديت واحد الشمعه بالاحمر، خرج بحالاتك، ما تبقاش مازال في المارشي، هو تقلب عليك المارشي هنا ماشي مشكل، انت بتخرج هنا بشويه ديال الخساره، ولكن هنا غتعوض كل شيء. هاي بتدخل هنايا، شو تبارك الله، بتبقى حتى لهنايا المنطقه هذه، بتعوض كل شيء وبتربح من الفوق. هذه مع ديك هاد البوزيسيون كانت تقريبا مع ديك 11 ديال النهار، زوين. اوكي، كانت تقريبا هذا مع 11 ديال النهار. هنا بقى كيران جي المارشي، ما كاين فين ندخل هنا. ها هي البوزيسيون هنا كانت زوينه. هنا كانوا لي ميش، كتقدر انك انا ما تدخلش، وتقدر انك تدخل على حسب. الا انت كت هنايا رجع عاد رجع عاد ربعي في الخط الزرق، هو ديال بوم وينزل تقريبا، كانت هادي مع ديك الوحده هكا تقريبا. وهادي طبيعي تحكم مع الافتتاح، الا كتلاحظ معايا طلع هنايا بوم، جا هادي هرست تبعتها شمعه حمراء، دخلنا معاها من الشمعه الثانيه هنايا طبيعي الحال، ستوب لوس ديالنا في هنايا بوم، وهي تعطي هنايا. اوكي، عطات بروفيت رائع جدا هنا. اوكي، الا كتلاحظ معايا دخلها زوينه هادي، الا كتلاحظ معايا تاني عاود هنايا تاني جات هرست بهاد الحمراء هادي، كندخلو معاها تاني بوم، هيا هذا التارجيت تاني هنايا، ها هو تاني عاود تاني دخل هنا، ها هو هرس هنا دخل معاه في هنايا بوم. اوكي، تبارك الله، يعني كاين بزاف ديال الصفقات. هنايا هرست هادي تبعتها هادي، عطات شوية ديال الربح ورجعت، مع هادي تقريبا مع ديك مع التمنية ديال الليل ما غاديش تدخل ليها طبيعة الحال. تبارك الله. المهم البارح كان الصفقات رائعه جدا، يعني كانوا بزاف ديال الصفقات زوينين. اوكي، ولكن نهار الاثنين وثلاث بالضبط، هاد الجوج هاد يومين هادو ما كانش، الا كتلاحظوا معايا هادو ديال فتره الصباحيه طبيعه الحال، الا كتلاحظوا معايا نهار الاثنين وثلاث الماتش كان كيرانجي. اوكي، الا كتلاحظوا معايا شوفوا هنايا من ها هو، شوفوا هذا نهار الثلاث ياك، من الواحد من ال 12 والمارشي كيتمشى بشكل افقي، ها هو كيتمشى بشكل هو افقي 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 افقي، شوف 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 حتى لهنا، نهار كامل والمارشي كيتمشى بشكل افقي. امتى عطى واحد الفرصه زوينه، عطاها تقريبا مع ديك الخمسة ونص تقريبا، اما ما تبقى ما كاين حتى شي فرصه اللي تحمر له جه. اوكي، ما عطى الماشي حتى شي فرصه، وبالتالي هذا النهار هذا كاع ما تريديت فيه داك النهار، وما تريد حتى نهار الاثنين حتى هو ما عطاش حتى شي فرصه. وبالتالي اول حاجه كتاناليزيها هو المارشي، كيبان لك من الجوج كيبان لك ما عطى حتى شي بوزيسيون، غا صبر صبر صبر، الا بان لك ما المارشي ما تقادش صافي خرج حالتك بلا ما تريدي داك النهار. اوكي، ماشي بالضروره كنتريديو يوميا، ماشي بالضروره خصنا نتريديو في كل نهار. اوكي، هذه حاجة اللي هي أساس يردوا ليها البال، ماشي بالضرورة يوميا خصنا نتريديو. يعني أنت كتدخل المارشي، المارشي بان لك يعني كيرانجي كيتمشى بشكل أفقي، راه ما غاديش تدخل. المارشي كيبان لك كيتمشى بشكل يعني طال، المارشي في صعود أو في نزول، فراه مزيان البوزيسيون، راه غادي يعطيك دي بوزيسيون زوينين. أوكي، راه ضروري غادي تاخد دي بوزيسيون واعرين، ولكن خاص المارشي يكون عنده شي ترند، يكون داير ترند، يا اما في صعود يا اما في نزول. اما ان فوا المارشي بان لك كيتمشى بشكل افقي، فراه الناس كيهربوا من المارشي الا كان كيتمشى بشكل افقي، عرفوا باللي راه يقيس لك ستوب لوس كيف ما درت، سواء دخلت معاه بالبيع سواء دخلت معاه بالشراء بيقيس لك ستوب لوس. اوكي، السلام عليكم سي رضا، من خلال التجربه ديالك شنو هي افضل الاوقات اللي كتنصحنا نديرو فيها؟ واش فتره لندن ولا امريكا ولا على حسب السوق؟ طبيعه الحال بالنسبه للاوقات اللي كنصحكم انكم تريديو فيها، بالنسبه ليا انا كنفضل من الافتتاح حتى لعندك 6 ديال العشيه، من الافتتاح ديال السوق ديال امريكا حتى ل 6 ديال العشيه. ولكن هذا لا يعني ان الفتره الصباحيه راه ما خداماش، راه كاينين دي بوزيسيون زوين في الفتره الصباحيه. اوكي، غير انا بالنسبه ليا كي يعني بالنسبه ليا انا كندخل مع ديك الجوج ديال النهار، الجوج ديال النهار. اوكي،
كندخل مع الجوج ديال النهار دي تقريبا مع جوج وعشرة دقائق تقريبا كنبريباري الافتتاح. الى بان لي الافتتاح حتى شي بوزيسيون زوين يعني كصاليه الخط الاخضر ولا الاحمر غندخل معاه غادي ناخد شي بروفيت زوين ونتسنى شي بوزيسيون. المهم كنبقى حتى ديك حتى مورا العصر تقريبا من الافتتاح حتى مورا العصر وانا كنتريدي صافي كنوصل لوبجيكتيف ديالي كنخرج بحالاتي. اوكي الفترة الصباحية كنستغلها في دوتخ شوز يعني عندي دوتخ شوز عندي التزامات. انت بالنسبة لك الا كتبكي بان لك انت ديسبونيبل في الفترة الصباحية تقدر انك تريدي غير في الفترة الصباحية وتوصل لوبجيكتيف ديالك راه مزيان حيت كيكونوا بزاف ديال لي بوزيسيون حتى في الصباح ماشي غير في العشية. غير تاني العشية كيكونوا دي بوزيسيون يعني مثلا ملي كيهرس كيعطي مزيان دغيا كتوصل التارجيت ديالك دغيا كتحقق ربح زوين في العشية. اوكي هذا ما كان سي ادم قال الاستاذ كيفاش الافتتاح ممكن تشرح لنا؟ الافتتاح هو جوج ونص حيتاش الافتتاح ديال السوق ديال امريكا كيكون مع جوج ونص. اوكي يعني في داك الافتتاح المارشي كيتحرك بواحد الشكل بشكل قوي جدا. الى المارشي هرس لينا الخط الاحمر كندخلوا معاه، هرس لينا الخط الاخضر كندخلوا معاه. اوكي وطبيعه الحال مع احترام الشروط الاخرين، مع احترام الشروط الاخرين طبيعه الحال خص يكون الفوليوم ويكون الماشي يا اما تحت الخط الازرق ويهرس الخط الاحمر يا اما يفوق يكون فوق الخط الازرق ويهرس الخط الاخضر. واش اخويا فتره الاخبار كتكون فيها فرص للدخول ولا نبعدوا منها احسن؟ في الفتره ديال الاخبار عندها استراتيجية خاصة، فترة ديال الأخبار عندها استراتيجية خاصة. إن فوا نسالي ليكم إن شاء الله غنحاول ل ل ل ل ل ل سي معاد قال السيدة أشمل لوت سايز باش خدامين دا. سي معاد ربما راك تلفت بين الميتا تريدر والنينجا تريدر. النينجا تريدر حنا ما كنخدموش بالرافعة المالية، ما كنخدموش، كنخدمو بلي كونترا، كنخدمو بلي كونترا، كندخلو كونترا وحده جوج ثلاثة كيفاش كندخلو بلي كونترا، ما كندخلوش باللوت. اللوت سايز كيكون في الميتا تريدر وداكشي كيتسمو الرافعات المالية. اوكي حنا ما كنخدموش بالرافعة المالية، كنخدمو بلي كونترا. في العقود الآجلة كنخدمو حنا بلي كونترا، يعني كتدخل بكونترا بغيت تدخل كتبي تدخل كتبي تدخل بالشراء، راه انت ملي كدير السيل ولا الباي راه اوتوماتيكمون انت راك درت واحد العقد باللي انت راني شاري في هذا الثمن الفلاني، ومني كدير كلوز راني بعت في هذا الثمن الفلاني. الفرق بين الالوان الخطوط اشنو كيعني كل واحد؟ هاد الامور هادو راه رفيت شرحت هاد القضيه هادي اش كتعني، اش كيعنيو الالوان الخطوط بحال الخضار وسميتو والاحمر اش كيعني. اوكي يعني بحال دابا مثلا هاد الشيء راه شرحته مع واش تفرجت، واش تفرجتي في التسجيلات اللي فاتوا ولا لا؟ الله يرضي عليكم هاد الامور هادو راه ما الحاجه اللي درناها صافي راه درناها هذيك، راه يعني خاصكم تكونوا ميتريزيتوها، الحاجه اللي درناها خاصكم تكونوا ميتريزيتوها مزيان. اوكي بالنسبه لهنايا بحال دابا مثلا الخط الاخضر اش كيعني الخط الاخضر؟ انه في واحد الوقيته معينه الماشي طلع حتى لهاد البوان هذا، شتو دابا هذا كيشكل لنا واحد البوان اللي طلع ليها المارشي ونزل، كيتشكل لنا خط الخضر هنايا. اين فوا كيتهرس صافي هذه فرصه ديال الدخول، وهذا الخط الاحمر هو ادنى نقطه وصل ليها المارشي لحد الان هي هذه، ها هي شت هاد لاميش هادي، ها هي الخط الاحمر راه مقد معاها. اوكي ثاني في هاد الوقيته ثاني في هاد الانتيغفال هذا الا كتلاحظوا الخط الاحمر كاين هنا موافق لهاد الشمعه هادي، يعني طلع المارشي نزل حتى لهنايا، ها هو دار لينا هاد النيفو هذا، والمارشي طلع حتى لهاد هو يدير هاد الشمعه هادي هكا، يعني ترسم فيها خط خضر. انت بلا ما تعقد الامور، لا علاش ترسم هذاك علاش ترسم هذاك، انت شوف واش تهرس للخط الاحمر ولا تهرس لهذا ودخل بطبيعه الحال بالشروط اللي انا شرحت لكم. سيدا واش هاد الاستراتيجية تقدر تولي متجاوزة في واحد الوقت وخاصة نقلبوا على استراتيجية جديدة؟
على حسب، على حسب داكشي. علاش كنقول لكم التداول واحد المجال اللي كيبغي التعلم المستمر، التعلم المستمر. اوكي، انا دائما كنقلب على استراتيجيات جداد، ديما كنقلب على ميثود جديده. ما عمري ما كنقول صافي لقيت الميثود ديالي يعني غنبقى خدام بها 10 سنين، لا، كنخدم بها بواحد الفتره كتبان لي ما بقاش بعطيني ريزلتات مزيانين، كنقز لحاجه اخرى، كنقلب على استراتيجيه اخرى، كنبحث ديما، كنحاول انني نطور، ودائما كنقلب على انني نزيد نطور من راسي. ملي كتدخل بالشراء وبالبيع، واش كنحددو بشحال ندخلو زعما بالدرهم؟ سي محمد الادريسي، ربما انت فايت خدمت بالميتا تريدر. دابا دوك الناس اللي خدموا بالميتا تريدر كيتلفوا ملي كيدخلوا لهنايا. حنا ما كندخلوش هنا ما كنديروش، كندخلوا بواحد كندخلوا حنا بالشراء بواحد النقطه في واحد السعر معين. طلع المارشي، دخلنا بالشراء مثلا، طلع المارشي حنا كنربحوا، نزل المارشي حنا كنخسروا. قداش ما طلع المارشي وحنا كنربحوا، قداش ما نزل المارشي وحنا كنخسروا. اوكي، في واحد المثال شرحتي لينا دابا، كان المارشي طالع مزيان ودار تراند، ولكن بانت شمعة حمراء الى ان ما خرج قبل، واش غنكون خسرت؟ اخت كريمة قالت بواحد المثال، واحد النقطة نقولها لكم، شكون اللي كيخسر؟ شكون اللي كيخسر في التريدين؟ كيخسر في التريدين اللي كيطمع، اللي كيطمع هو اللي كيخسر في التريدين. شحال من واحد كيكون داخل في الصفقة ديالو كياخد 120 دولار وما كيخرج، بغى يربح في صفقة واحدة مبلغ كبير، هذا كيخسر. واش بنت لك 120 دولار؟ دير كلوز، كلوز بدون تفكير، دير كلوز وخرج وتسنى الصفقة الأخرى تاني. دخل ليها، خد 120 دولار ولا 100 دولار، دير كلوز. واخا المارشي بعتي فيها 2000 دولار، انت خصك تكون منضبط، دير خد 100 دولار كلوز. اوكي، ما عمرك تحاول في صفقة واحدة تربح اكثر من 100 دولار، خد 100 دولار خرج. اما احسن 100 دولار نضمن 100 دولار وناخذها ونخرج، ولا يعطيني المارشي يطلع 150 دولار 200 دولار يكذب عليا في لمح البصر. اوكي، كنستغرب سي محمد، بالنسبه ل سولتني بشحال كندخل بالدرهم، لا ما كان ماشي بشحال كندخل، حنا ما كنقمروش هنا. شكون اللي كيدخل بواحد المبلغ هو اللي كيقمر؟ انا بغيت ندخل مثلا، بغيت نقمر انا بواحد المليون، باللي راه العاود للصفر هو اللي بيوصل. لا، حنا ما كنقمروش هنا، حنا كنشريو، كنشريو في واحد النقطه معينه. اوكي، كنشريو في واحد السعر معين، الى طلع داك السعر وحنا وكنشريو بعدد ديال لي كونطرا، بعدد ديال كونطرا وحده راه ساوي الثمن ديالها واضح. شحال كندخلو يعني، كندخلو بواحد الكونطرا مثلا، قداش ما طلع المارشي كيتوافق على حسب الحجم ديال الكونطرا. اوكي، الى نزل المارشي نفس الشيء، قداش ما كينزل المارشي وانت كتخسر من راس المال ديالك، كتخسر 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 حتى كيمشي لك راس المال ديالك كامل. وانت الا دخلت بالشراء كذلك، الا بقيت بالشراء والمارشي كيطلع كيطلع كيطلع، انت غادي كتربح 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 حتى يوصل المارشي الحد ديالو. ممكن تدخل بعض الصفقه وتربح فيها 5000 دولار، اوكي، بكونترا واحده، وممكن تخسر 5000 دولار بكونترا واحده. داكشي علاش حنا خصك تكون ديسيبليني. اوكي، اون فوا يبان ليا المارشي رجع عليا، كتبان ليا واحد 70 دولار 80 دولار 90 دولار ديال الخساره، كلوز كلوز، بلا ما تفكر، بلا ما تفكر تقول لا ممكن يطلع المارشي ولا ينزل. الاولويه كاينه هي حمايه الحساب، عاد كتجي موراها الربح. الاولويه ديالنا حنا كمتداولين هو اننا نحميو راس المال ديالنا، هو الاولويه. اللي كتجي موراه الربح، عاد كيجي موراه الربح. اوكي، يعني انا ملي كنكون داخل في واحد الصفقه اوكي، ملي كنكون داخل في واحد الصفقه معينه، خاصك تعرف باللي الاولويه ديالك هو تحمي الحساب ديالك. اوكي، يعني تربح باقل الاضرار.
تربح باقل الاضرار. يعني انا بين ندخل واحد الصفقه كيبان لي المارشي يرجع عليا بواحد 70 دولار كلوز كلوز اوكي، واخا يقول لك لا راه باين ينزل واحد شويه وبيطلع، انا المهم عندي هو نحمي الحساب ديالي. الا ما ربحت في هذه الصفقه هذه غادي نربح في غيرها، اوكي غادي نربح في غيرها. خاصك لا كونسونطراسيون ديالك هو حمايه الحساب، عاد ديك الساعه فكر في الربح. اوكي هذه حاجه اللي هي اساسيه، منين المارشي كيطلع كيعطيني في الربح من هنا مزيان، كتصبر عليه شويه كتربح شويه ديالك كلوز. اوكي يعني ديروها هذه حلقه ديروها في ودنيكم، ديروا باللي الحمايه ديال الكابيتال ديال راس المال ديالك اللي كتعطيك شركه ديال التمويل عنده اولويه على الربح. يعني انا واحد الصفقه ديالي في كتشكل عليا واحد التهديد باللي المارشي بيتقلب عليا، غادي نخرج بدون تفكير، ما كيهمنيش انا الربح، كيهمني نحمي الحساب ديالي. الا ما صدقتش ليا هاد الصفقه هذه ماشي مشكل، غندخل في صفقه اخرى وغتكون رابحه ان شاء الله. اوكي واش ضروري خاصني نشوف سعر الصفقه قبل ما ندخل؟ وإلا عرفت واش ندخل اي صفقه مهما كان الثمن ديال، واو اشد اسئله ثاني من خرجوا لي بهذه الاسئله ديال سعر الصفقه، من جاتوا لي سعر الصفقه بشحال بين نشريه؟ لا 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 كندخلوا بكونترا، كندخلوا بواحد الكونترا، واو خرجوا لي بشي، واه ما فهمتش انا فين مشى لي التفكير ديالكم. راه شرحتها فشحال هذا، باش شرحت هذا البلان هذا، قلت لكم انت كتشري تليفون، كتشري التليفون ديالك دابا، عندك هاد التليفون هذا، عندك التليفون ديالك اش نقول لك، العقد الثمن ديال العقد ديما عنده اش نقول لك، كندخل انا باش تفهمها بلي انا كندخل بالشراء، دابا كندخل بالشراء، طلع المارشي غنكون في الربح، نزل المارشي غنكون في الخساره. ما تحاولش تفهمها بداكشي ديال الميتا تريدر اللي كندخلوا باللوت سايز وداك الشيء، غادي تبرزط. حنا كندخل بكونترا وحده ولا بجوج؟ صبر نفهم لكم هذا البلان هذا، مهم مشيتو بعيد بزاف. صبر دابا هنا فين واصل دابا المارشي، انا كندخل في هذه البلاصه هذه بالشراء مثلا، خلينا ندخل انا دابا بالشراء، غندخل انا بالباي. شحال من الكونترا باش بين ندخل؟ ها هما لي كونترا باش كنحدد شحال من الكونترا، هما هادو هما لي كونترا. اوكي كندخل انا بواحد الكونترا، بواحد الكونترا مثلا دابا كاين هذا المستوى، كاين هذا المستوى مثلا. اوكي مزيان، الا دخلت انا دابا بالشراء بواحد الكونترا، بواحد الكونترا، الا طلع المارشي من هنا حتى لهنا، دابا انا المارشي دابا كاين هنا ياك، الا طلع المارشي دابا حتى لهنا فشحال غادي نكون رابح؟ حنا ما كندخلوش بواحد المبلغ، كندخلو بالكونترا، كندخلو بالكونترا. اوكي كندخلو بكونترا، الا طلع المارشي حتى لهذا المستوى هذا غادي نكون رابح انا 1115 دولار. الا دخلت بكونترا وحده، الا دخلت بكونترا وحده، تصور معايا الا مشيت دخلت بجوج ديال الكونترات غيولي الدوبل، بتولي 2230 دولار دوبل. والعكس الا دخلت انا مثلا بالشراء مثلا هنا في هذا البوان هذا، وهو المارشي نزل، بشحال غادي يرجع لي المارشي دابا الا نزل لي حتى لهنا؟ الى علما انني ندخل بالباي بواحد الكونترا غيكون عندي ناقص 1190 دولار، ناقص 1190 دولار. الى كنت داخل بجوج ديال الكونترات بالباي غيولي الدوبل 2200 و 2380 دولار. وصلت؟ حنا كنخدموا في العقود الاجله بلي كونترا بكونترا. اوكي كل كونترا دخلت بها
الا ماشي يطلع من هنا حتى لهنا راه بيتربح انت هذا المبلغ. ولكن في نفس الوقت راه الا رجع عليك المارشي راه بيتخسر انت قد هكا، والامر يتعلق بعدد ديال الكونترات باش داخل. الا دخلت بجوج كونترات راه الدوبل سواء في الربح سواء في الخسارة. واش فهمتوا دابا البلان؟ الدوبل سواء في الربح سواء في الخسارة. بحال الا قلت لك مثلا انت شريت واحد التليفون دابا في هذا السعر، التليفون مثلا ساوية مثلا في واحد السعر معين مثلا، انا كندخل بالشراء في كونترا بواحد السعر معين. دابا هذا هو السعر ياك، كندخل في هذا البوان هذه. يعني انا دخلت، انا شريت مثلا واحد التليفون دابا شريتها ب 2000 درهم، تليفون وحده شويه هو يطلع، طلعت ليها القيمه ديالها للدوبل ولا تساوي 4000 درهم، شحال غنكون رابح انا؟ غنكون رابح 2000 درهم، على حسب شحال من تليفون انت شريت في هذا البوان هذا. الا كنت انت شريت 3 تليفونات وطلع المارشي بالدوبل ديال الثمن ديال ديك التليفون، يعني عندك 2000 درهم في كل تليفون. نفس الشيء حنا عوض نشريو تليفون كنشريو كندخلو بكونترا، كونترا اوكي كونترا. ما عرفت واش الميساج وصل ولا ما وصلش. وصل الميساج. دابا بلا ما تبقاوش تلفوا بين الميتا تريدر ونينجا تريدر اوكي، حنا ما كندخلوش بمبلغ مالي، ما كندخلوش حنا مثلا كنميزيو. راه ملي كتقول كيقول لك راسك لا غادي ندخل شحال كندخل، واش كندخل ب 1000 درهم ولا 2000 درهم بالدرهم، وريني بشحال كندخل بالدرهم. راه ملي كتقول انت راه شحال، حنا راه كنقمروا هنا على هذا الحساب، على القمر هذاك. لا حنا كيكون عندك انت واحد الرصيد ديال الفلوس، كيكون انت عندك واحد الرصيد وكندخل في المارشي بالشراء، بالبيع ولا بالشراء. الا دخلت بالشراء وطلع المارشي قداش ما طلع المارشي، وانا داك الرصيد ديالي كيتزادوا لي عليه الفلوس اوكي. ويلا العكس، ويلا دخلت انا بالشراء ورجع عليا المارشي، داك الرصيد عندي انا قداش ما المارشي كينزل، وداك الرصيد ديالي انا كيخوه منه الفلوس. هذا هو افضل مثال ممكن انكم تفهموا به دابا البلان اوكي. بالنسبه للحصه ديال الحصه المجيه ان شاء الله غادي نشرحوا سمارت ماني، غادي تفهموا فيها الحركه ديال السعر، كيفاش كيتحرك السعر. غتفهموا فيها الترند ملي كيكون صاعد ومني كيكون نازل، وكيفاش كنستغلوا المارشي الا كان فيه صعود او كان فيه نزول. خصكم دابا ديروا في بالكم باللي احسن الاوقات للتداول هو من المارشي ملي كيكون فيه صعود او فيه نزول، كيكون مشكلين واحد الترند في صعود او لا ترند في نزول. المارشي ملي كيكون كيتمشى لينا بشكل افقي، فهذا انذار باش انك تبعد من المارشي وتكتفي بالمشاهده، اكتفي بالمشاهده فقط. سيري دا شنو هو احسن عرض الان تو تريد، واش المسار الوظيفي ولا التحدي المكثف؟ سي عزيز، وسي عزيز بغيت انا كتشد المارشي، بغيت تاخذ التيست وانت مازال ما عارفش شنو كدير. تيست مازال حتى واحد ما يذكر شي حاجه سميتها التيست. دابا تعلم، ركز دابا على التعلم. واش بغيت انا كتمشي تاخذ التيست ب 1000 درهم ولا ب 750 درهم ولا 800 درهم وتحرقوا من بعد يومين؟ بغيت تلوح فلوسك في 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 في, في, في النار غير كاك، غير بتحلف فلوسك؟ لا، ما كاينش شي حاجه سميتها التيست دابا. حتى كنكملوا البروغرام وكنشوف بعدا واش الناس ديسيبليني، وكنشوف بعدا واش باللي راه فهمتوا البلان كيفاش داير وعرفنا كيفاش ندخلو امتى ما ندخلو. داكشي كتضبطوا لي الامور ديالكم مزيان اوكي، عاد ديك الساعه غتفكر انك بغيت ناخذ تيست. اما الا قال لك راسك لا دابا راه كاين شي عرض تخفيض ديال 50% ولا كذا ونمشي نبغي ناخذو، فراه بحال الا كتلوح فلوسك في بحال تهز فلوسك وكتلوحهم من الشرجم اوكي. راه الشركه ديال التمويل ديما كاينه، والعروض ديما كاينين، ديما دوك العروض كاينين، تخفيضات وداكشي ديما كاينين. ولكن اهم حاجه هو تركز على التعلم، تركز على لا ديسيبلين ديالك اوكي. لا ديسيبلين، تعلم انك تدخل الصفقه تاخذ فيها واحد المبلغ، بدير واحد المبلغ في عقلك، انا بغيت نربح من كل صفقه $100
واخا صفقات بدعتيني 700 دولار، انا غادي ناخذ 100 دولار ونخرج في حالتي. شتي الا مشيت على هاد المساله ونضبط عليها، راه عرفت راه بيتمشي طبيعه الحال، راه بيتمشي مزيان، غير واحد ثلاثه دخلات اربعه دخلات في النهار، ها 300 ها 400 دولار ديالك بيتوصل ليهم. المشكل بزاف ديال الناس اش كيوقع ليهم، كيدخل للصفقه ديالو كيعطيه المارشي 100 دولار ما كياخذهاش، كيزيد يعطيه 150 دولار ما كياخذهاش، كيطلع يعطيه 200 دولار، وفي لمح البصر كيرجع لك المارشي كتولي في ناقص 200 دولار. كتولي انت كتطلب السله بلا عنب، كتولي كتطلب غير الزيرو، غير يردك المارشي للزيرو وما كيردكش، وقداش ما بقيت في السوق قداش ما المارشي غادي وراجع عليك وغادي، وكيديها وصلت ناقص 300 ناقص 400 ناقص 500 وانت باقي ما بيتخرج. علاش؟ المارشي عطاك في الاول وانت ما عرفت ما بغيتش. خاصك ديما دير في بالك امن بواحد مبدا ديال التراكم، ولا كيقولوا ليه مبدا التراكم. خاصك تعرف باللي واحد 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 عمارة ناطحة سحاب، عرف بلي راه مبنية غير بحبوب ديال الرمل، مبنية بحبوب ديال الرمل، حبة حدا حبة حدا حبة حدا حبة، كونوا لنا ياجورة، وهاد الياجورة حدا ياجورة حدا ياجورة، شكلوا لنا حيط وحيط فوق حيط، هما شكلوا لنا عمارة، وقطرة ديال الماء مع قطرة أخرى ديال الماء مع قطرة مع قطرة، شكلوا لنا واد وبحر ديال الماء. يعني شتي غير 50 دولار في كل صفقة، 50 دولار هنا و 50 دولار هنا 50 دولار هنا، غتلقى راسك في واحد 300 دولار في النهار. ولكن الإشكال كيوقع فيه الناس هو أن المارشي كيعطيك ما كتاخذش، كيقول لك ما بغيت تقنع، إوا أجي ندي لك داكشي اللي عندك، وكيدي لك إوا تخرج بالصفقة على الأقل بواحد 100 دولار ديال الربح، كتخرج بناقص 200 دولار. أوكي، أنت اختار الخيار ليك، بغيت 100 دولار وخرج ولا ناقص 200 دولار، واخا يبان لك المارشي راه لا راه بيطلع لا مازال بيطلع، خذ كون ديسيبليني، خذ 100 دولار وخرج. راه ماشي غير ديك الصفقه بوحدها اللي كاينه في السوق، الا مشات هذه الصفقه بغات تجي صفقه اخرى اكسيتيرا، رجع لك المارشي ب 50 دولار 60 70 80 دولار كلوز بدون تفكير، بدون تفكير الثقه ديال ديك، باش تكون عندك فكره ديال لا 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 مازال بيرجع يقدر ينزل المارشي غير شويه ويعاود يطلع، بمجرد تفكير بالطريقه هذه ما تفكرش، سير وتسنى ثاني صفقه اخرى تتبان. اوكي، واخا يدير نفس يدير المارشي، بعض المرات كيجيك المارشي كينزل، حيت خصكم تفهموا باللي راه المارشي راه خصك تعرف باللي راه كيلعبك على النفسيه ديالك. اوكي، المارشي كيلعب لك على النفسيه ديالك، خصك تفهم باللي اش كيديك المارشي، كيمشي كيرجع عليك المارشي شويه، انت كتخرج من الصفقه، انت كتكون ملتزم في الاول، ملتزم انا ديسيبليني، رجع لي المارشي بناقص 70 دولار كندير كلوز ونخرج من الصفقه ديالي، بيرجع المارشي بينزل تقريبا بديك ناقص 100 دولار مثلا، انت راه خرج دابا وصل ناقص 100 ويدير بوم ويطلع للفوق ويعطي التارغيت. اش قلت انت مع راسك؟ اش بتقول مع راسك انت؟ انا بتقول كون صبرت، كتبقى تكون عندي غير ناقص 100 وبنصبر شويه بوم ويطلع ويعطيني 200 دولار، مزيان هادي غنديرها مره اخرى، مره اخرى بيرجع لك المارشي بناقص 100 ويدير بوم شي نزله خطيره لتحت وينزل بناقص 400. فهمت دابا البلان؟ ديما سير بمبدا انك باغي تحمي الكونت ديالك ماشي باغي تربح، الاولويه هو حمايه الحساب عاد نفكروا في الربح. علاش؟ لحقاش دابا انت الا درت واحد الصفقه ورجع لك المارشي ب 70 دولار ولا 80 دولار وانت دير كلوز، بتجي واحد الصفقه اخرى بتربح فيها 100 دولار، انت عوضت الصفقه اللي فاتت وربحت فوق منها 30 دولار، بتجي واحد الصفقه اخرى غتربح فيها واحد 100 دولار غتاخذها وتخرج، شحال عندك؟ عندك 130 دولار، بتجي صفقه اخرى وبتربح فيها شويه، ها شحال وليت؟ وليت واحد 250 دولار اكسيتيرا. ولكن تصور معايا رجع عليك المارشي
وما بغيت تخرج، هو يزيد، هو يدير بوم، هو يرجع لك بناقص 300 ولا ناقص 400. من بعد خاصك تربح الصفقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، يلا باش تعوض الخساره ديال صفقه واحده اللي هي ناقص 400 دولار. فهمتوا دابا؟ وصلت الفكره؟ يعني خاصك تكون ديما صارم في المساله هذه ديال ارجع عليك المارشي بناقص 70 دولار ماكسيموم، خرج من الصفقه ديالك. اوكي، خرج من الصفقه ديالك. درت الصفقه الاولى كانت خاسره، الثانيه خاسره، الثالثه خاسره، ثلاثه الصفقات كانوا خاسرين 70 70 70، خرج في حالتك، ما تبقاش تدور بالمارشي مازال. اوكي، خرج في حالتك بداك النهار، هذاك النهار ماشي ديالك. غادي تخرج ب 70 و70 شحال، 140 و70 واحد 210 دولار، 210 دولار، 210 تقريبا. واحد الخساره ديال في النهار 210 دولار، الغد ليه سهل انك تعوضها، سهل تعوضها وتربح فوق منها من الفوق. الا كان النهار زين الغد، الا كان النهار زين سهل انك تعوضها. ولكن تصور معايا الا كان شي نهار مثلا خايب ماشي ديال التريدين وخسرت فيه ناقص 500 دولار، الغد ليه واخا يكون كاع نهار زين يلا تقدر انك تجيب التعادل. فهمت؟ يقدر انك تربح، خصك تربح يومين يلا ترد خساره ديال واحد النهار. فهمتوا دابا البلان كيفاش داير؟ خصك انا بغيتكم الطريقه ديال التفكير ديالكم اللي تغير. عمرك في حياتك ما تدخل شي صفقه وانت مركز على الربح، ديما الاولويه هو نعطيك انا واحد الاكزومبل. دابا انا غادي ندخل دابا في الباي، بالباي هاد البوان هادي، انا عندي هاد البوان، الى وصل ليا هاد البوان غادي نكون خاسر 80 دولار، والى وصل لهاد البوان هذا غنكون خاسر 120 دولار، والى طلع لهاد البوان هذا غنكون عندي واحد 100 دولار بروفيت. يعني نحاول نكتبهم دابا باش تفهموا البلان كيفاش داير، الطريقه ديال التفكير اللي خصكم تفكروا بها. زائد 100 دولار، ناقص 100، ناقص 80 مثلا، ناقص 80 اوكي مزيان. دابا المارشي دابا كاين هنا ياك، المارشي دابا كاين هنا. نقولوا اشنو دار المارشي؟ كاين بزاف ديال لي سيناريو غادي نشوفوهم دابا. دابا المارشي كاين هنا، انت دخلت معاه باش بالباي، دخلت معاه دابا انت بالباي. شنو دار المارشي؟ طلع نكدا، نزل شويه، طلع 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 طلع، هو دابا عطاك زائد 100 دولار. دابا عندك انت زائد 100 دولار، انت طبيعه الحال طماع، بغيت انك في صفقه وحده، ما انت راه ما مساليش ما خدكش. اوكي، وبغيت في صفقه وحده تربح 400 دولار. لا طلع طلع طلع، توصلك لواحد 250 دولار، هو يدير نزله صاروخيه لتحت بوم، هو ردك الزيرو. تقول مع راسك دابا كون ودي غير ردني 100 دولار، نخرج غير ب 100 دولار، بالك بغيت غير 100 دولار. اش كيدير المارشي؟ كيطلع واحد شويه، كيعطيك واحد 50 دولار هنا، كتقول بغيت انا غير يطلع 100 دولار ونخرج. اش كيدير المارشي؟ بوم، ناقص 80 دولار.
كتقول اه ميرد، كان عطاني 200 دولار في الاول وما بغيت ناخدها. اه دابا بغيت انا غير، دابا بغيت انا غير الزيرو، بغيت انا غير يردني الزيرو ونخرج بحالتي. لا دابا كتقول انت اش كتقول مع راسك، بغيت انا غير يردني غير ال50 دولار، ناخد 50 دولار ونخرج. اوكي اش كيديك المارشي؟ كيرجع للزيرو هنا، كيطلعك للزيرو ياك، شويه كتقول غير يطلع ال50 دولار نخرج. اش كيديك المارشي؟ بوم ناقص 100. اش كتقول مع راسك؟ كتقول مع راسك اودي بيتو انا غير يردني الزيرو، غير يردني الزيرو هنايا ونخرج بحالاتي اودي، بغيت انا غير السله بلا عنب. كيطلع ل 80. اوكي كيطلع كيبدا تاني ناقص 80، شويه كيجي تاني بوم انا ناقص 300 وناقص 400. كتقول اودي بغيت انا غير يردني ناقص 80 ونخرج، وغادي في بحر لا متناهي. هادشي كامل السبب ديالو شنو هو؟ انك المارشي عطاك في الاول 100 دولار ما بغيت تاخدها وتخرج، هو يدي عليك هاد الرجعه كامله، عوض الصفقه كامله وتاخد فيها 100 دولار. اشنو دار لك؟ المارشي عطاك حتى 200 دولار، هو يدير بوم، هو يرجع لك للزيرو وهو يردك خساره. نرجعو للسيناريو الاخر. هذا السيناريو الاول. السيناريو الاخر راه كيوقع لك، كي انت كتدخل في الصفقه دائما بالشراء ياك، كندخل بالشراء. اش كيدير المارشي؟ كيطلع بعض المرات حتى لهنا ل 50 دولار. انت كتقول مع راسك ان فوا يوصلني ل 100 دولار غادي نخرج. اوكي هو ما وصلكش ل 100 دولار، يلا طلع عطاك 50 رجع للزيرو ياك، شويه هو يطلع شويه تاني ل 50، قلت هاد المره بيطلع ل 100، رجع تاني للزيرو شويه هو يدير بوم لتحت. الا انت كنت ديسيبليني راه اون فوا بيرجع لك بناقص 80 دولار بدير كلوز وتخرج بالصفقه ب 80 دولار. اوكي اذا انت ما كنت ديسيبليني، هو راه بيرجع لناقص 80 شويه بيطلع شويه للزيرو ولا ل 50 ناقص 50، بيدير بوم ثاني وينزل لناقص 100. حتى ما بيتخرج، هو طلع ثاني شويه ناقص 80 ناقص 300 ولا ناقص 400. اوكي هذا باغمي لي سيناريو اللي كيوقعوا بزاف ديال الناس. انت يا كنت ديسيبليني، انت كتقول مع راسك يا اما المارشي يطلع يعطيني 100 دولار، يا اما المارشي ينزل ويدي لي 80 دولار. اوكي الا كنت انت كتمشي بهذا المنطق هذا، نزل دا 80 دولار غادي نخرج من الصفقه، شتي واخا يدير هذا السيناريو ما كيهمنيش. شحال من واحد كيخاف من هذا السيناريو هذا يوقع، شحال من واحد كيخاف انه يدير ليه المارشي بحال ما هكذا، ينزل حتى ل 100 دولار ويدير بوم ويطلع ل 100 دولار، كيقول واو ماغد. شحال من واحد كيقول مع راسو ماغد، كون ودي غير بقيت حتى ناقص 100 دولار ويطلع ويعطيني البروفيت. شحال من واحد كيفكر بهذه الطريقه هذه. ولكن للاسف هذه القضيه هذه كتكون بعض المرات، كتكون ماشي ما كتكونش، ولكن قليله جدا. اوكي قليله جدا فاش بيكون هذا السيناريو بحال هكذا، اغلب السيناريوهات كيكون بحال ما هكا. داكشي علاش انت الصفقه ديالك خرج بها باقل الاضرار. نزل ما... شتي واخا يكون فعلا يقول شي، يجي شي واحد يقول لك يتصل بك داك الرئيس ديال الفيدرال، داكشي اللي كيقول الاخبار طبيعي بحال النيوز داكشي كامل، كيقول لك ماشي راه بينزل شويه حتى ناقص 100 دولار وبيطلع وبيعتي 1000 دولار. واش انت بينزل بيفوت ناقص 80 غادي كلوز، غادي كلوز انا ما كيهمنيش ناقص 80 كلوز. كنتمنى تكون الفكره وصلت. الا انت كتمشي بهذه الطريقه هذه راه تمشي مزيان في تريدين. اوكي استاذ بغيت نعرف شحال مازال لينا من الحصه. باقي مازال الخير ان شاء الله، باقي الخير. اوكي باقي مازال الخير قدامكم، طلع الحصص ان شاء الله. وغادي ندير معكم واحد القضيه هذه. المهم
غالبا ان شاء الله راه غادي نكملوا حتى المهم حتى نقدر، حيتاش نورمالمون درت معكم شهر ونص، ولكن ان شاء الله غادي نزيدو، نقدروا نزيدوا واحد 15 يوم اضافيه يعني حتى الاخر ديال الشهر كاع ان شاء الله، ماشي مشكل. هذا ما كان بالنسبه للحصه ديال اليوم، كنتمنى انكم تفرجوا فيها وتعاودوها وتفهموا الميساج اللي بغيت نوصل لكم. اوكي، خصك تعرف باللي راه لا ديسيبلين اولا الانضباط هو الوسيله الوحيده اللي ممكن انك تربح بها في الفيديو. الانضباط هو الوسيله الوحيده اللي تقدر انك تربح بها في الفيديو. اما اللي كيخدم المشاعر ديالو، لا لا، ممكن انا يرجع لنا في 100 دولار ويطلع ويجي يربح. اسيدي ما كيهمنيش، ما كيهمنيش انا واش انا نزل عليا بناقص 80 دولار ندير كلوز بدون بلا ما نفكر، بدون يعني بدون يعني تفكير، ما نفكر كاع، ما نفكر كاع فيها. ناقص 80 كلوز، 100 دولار كلوز بروفيت، يعني 100 دولار بروفيت كلوز، 80 دولار خساره كلوز. اوكي، بلا ما دونك اوكي زون لا ديسيبلين سي لو كلي دو لا ريس. طبيعة الحال، طبيعة الحال. اوكي، يعني لا ديسيبلين هي كل شيء في التريدين، ماشي غير في التريدين وفي الحياة اون جينيرال. هو لا ديسيبلين هي كل شيء. اوكي، هذا ما كان، كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحصة. هذه موعدنا الحصة الجاية ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لا 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 نشوفوا فيها ان شاء الله استراتيجية ديال سمارت ماني ان شاء الله. مورا الاستراتيجيه ديال سمارت ماني غادي نشوفوا فيها استراتيجيه ديال لي نيوز ديال الاخبار. اوكي، وغادي نختموا بها ان شاء الله. الله يوفق ولا يسر الامور.